على عكس ما هو متعارف عليه، اختار رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي أن ينطلق عهد حكومة معا نحو الإنقاذ من البوابة الفرنسية بدلا من العربية والخليجية وفي طليعتها السعودية. فباريس صاحبة الباع الطويل في مبادرتها السياسية الشهيرة، يمكن من خلالها وعبرها أن تشرع أمام بيروت أبواب المساعدات من جديد ودعم المجتمع الدولي وثقته. الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كان واضحا خلال استقباله الرئيس ميقاتي من أن بلاده وإن كانت لن تترك لبنان وحيدا وستقف دوما إلى جانبه، إلا أنها وفي الوقت عينه لن تقدم سقا على بياض وأموالا لمؤتمر سادر من دون أن ترى وتلمس هي وشركاؤها الأوروبيون متغيرات وإصلاحات وخطوات واضحة على خط مكافحة الفساد. زيارة الرئيس ميقاتي على فرنسا مرتقبة، إلا أنه النتائج المادية المطلوبة مرتبطة بإصلاحات القوى السياسية اللبنانية مش قادرة تعملها، بعكس الكلام عن رغبة يعني بالتجاوب مع المبادرة الفرنسية. منذ اللحظة الأولى لتسلمه رئاسة الحكومة، حرص الرئيس ميقاتي على تأكيد عمق لبنان العربي وسعيه لإعادة تجديد العلاقات اللبنانية العربية وتعزيزها بما يخدم مصلحة لبنان. وفي هذا الإطار انتشرت معلومات تتحدث عن جولات عربية يعتزم الرئيس ميقاتي القيام بها أواخر الأسبوع المقبل إلى الدوحة والكويت بعد باريس ولندن. المكتب الإعلامي للرئيس ميقاتي وخلال اتصال بالجديد أكد أن هناك اتصالات مع الدول العربية كافة لإعادة وصل من قطع بعد مرحلة الجفاء، إلا أن الأمور مرهونة بالمواعيد وأن كل ما يحكى مجرد تكهنات ليس إلا. زيارة الرئيس ميقاتي إلى قطر وإلى الكويت مفترض أن تكون متكاملة يعني مع المنظومة العربية، إلا أنه هي زيارات أنه ترحيب فيك رئيس حكومة وأنه هذه الدول تدعم لبنان ولن تتخلى عنه كما حكيت بالسابق. ما في من هذه الدول يعني دعم. ومع أن الرئيس سعد الحريري لم يعد في الحكم، إلا أن التحفظ السعودي تجاه لبنان لا يزال على حاله أقله في الفترة الراهنة. الموقف السعودي من لبنان لن يتغير طالما في هيمنة لحزب الله على القرار اللبناني، طالما رئيس عون هو يعني بالسلطة. هذا يعني الواقع السعودي هو واقع استراتيجي مطلوب بلبنان تغيير حتى بالنهج بموضوع مكافحة الفساد. إذن حكومة الرئيس ميقاتي باتت على مجهر الأوروبيين والمجتمع الدولي، فبعد نيلها ثقة مجلس النواب العالم ينتظر منها خطوات ملموسة، لسيما أنه بات واضحا أن الدعم لن يكون فوريا إنما مشروطا بتنفيذ لبنان وعوده الإصلاحية. دارين دعبوس، قناة الجديد.